ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل مع بعض النهارده فطير بطريقه سهله جدا بحشوه خطيره، سهله قوي، اقتصادي على قد الايد. هقول لك كل التكات عشان يظبط معاكي، هقول لك كل حاجه عشان تعمليه من الاخر. حاجه تحفه بجد، جربوها هتعجبكم قوي. بصوا المنظر، شايفين عامل ازاي؟ شايفين؟ بصوا حاجه تحفه يعني. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الفطير الحلو ده عملناه مع بعض ازاي. انتوا شايفين عندي هنا دول كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقتين صغيرين من السكر بالشكل ده، هضيف نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض. هجيب عندي كمان كوباية من المية العادية من الحنفية وابدأ ان انا اعجن بيها، هنزل بنص الكوباية، ولو احتجت تاني ازود عشان في دقيق بيمتص السوائل ودقيق لا. بعجن كويس جدا وبلم كده لحد ما العجينة تلم معايا. طبعا باين ان هي لسه محتاجة مية فهزود تاني. هنا حطيت كوباية المية كلها، هلم بقى كويس، ولو حسيت ان انا محتاجة مية تاني هزود. هنا عجنتها بالشكل ده كده خلاص لمت معايا. بصوا العجينة حلوة معايا ازاي، بصوا فيها تلزيقة خفيفة خالص. هعمل ايه في المرحلة دي؟ هجيب زيت وهبدأ ان انا اقطع، بص ايدي كده في العجينة اهو، واقطع كور بقى الحجم اللي انت عايزاه، كل كورة تعمليها وسيبها بالزيت كده. وزي ما انتوا شايفين هنا بقى اهو، بصوا قطعتهم 6 قطع بالشكل ده كده. في المرحله دي هعمل ايه؟ هسيبها ترتاح 10 دقايق، بغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها ترتاح 10 دقايق. بيفيد بايه الراحه دي؟ ان هي اما اجي افردها تفرد معايا بكل سهوله، ما تغلبنيش. عقبال ما اسيبها ترتاح نحضر الحشوه مع بعض. زي ما انتوا شايفين دي الحشوه اللي هنستخدمها معانا النهارده. عندي هنا جبنه ميكس، ممكن تستخدميها بجبنه فيتا، اي نوع جبنه انت حباه، طماطم، فلفل، هنا ده فلفل اخضر على فلفل الوان المتاح عندك حطيه، اي نوع فلفل. مش تحبيش الفلفل استغني عنه خالص. عندي هنا زيتون، ولو مش حباه برضو ممكن تستغني عنه. عندي جبنه مرزبيلا ممكن استخدمها وممكن استغنى عنها لو مش متوفره، ولو عندك جبنه تركي ممكن تحطيها مفيش اي مشاكل. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الفطيره بتاعت النهارده. ممكن تحطي بقى فراخ، ممكن تحطي صدق، ممكن تحطي لحمه، ممكن تحطي بسطرمه، اي حشوه عندك حطيها. ممكن تعمليها بالجبنه ساده كده، ممكن تعمليها ساده خالص من غير اي حاجه، يعني انتي ومزاجك. تمام، يلا بينا بقى نروح على الفطاير بتاعتنا نشوف هنعمل فيها ايه. هنا كمان عندي كام قطعه من اللانشون لقيتهم كده فقطعتهم وهحطهم. هنا بقى الخطوه دي محتاجه فيها ايه؟ محتاجه زبده. هنا سيحت زبده على زيت، ما عندكيش زبده استخدمي سمنه، إيه ما عندكيش استخدمي زيت بس المتاح عندك، ما توقفيش نفسك. هنا سيحت الزبده على شويه من الزيت بالشكل ده اهو، اهم حاجه تكون سايحه معاكي. هنا ده شكل العجين بعد ما سبته ارتاح. هنا انا كنت بعد ما سبته ارتاح اشتغلت فيه، فلقيت ان هو هيبقى رقيق جدا لو اشتغلنا بيه بالحجم ده، فهعمل هنا قلت هدمج كل اتنين مع بعض، هعملهم واحده. تمام، يعني انا هقسم الكميه على 3 بالظبط مش على 6، خليهم 3 بالظبط. لو انت هتحشي حشوه قليله ممكن تعمليهم ستات، انما لو هتبقى رفيعه معاكي قوي فهتبدا انها تفتح منك في النار وكده، فانا قلت نخليهم 6. انا جربت في اول 2 لقيتهم بقوا يتفتحوا معايا في النار ويتقطعوا معايا وكده، فقلت لا هخليهم 6. تمام، فهبدا دلوقتي اخد اول واحده اهو وابدا ان انا اشتغل فيها. هنا بقى اخدت اول كوره معايا وهبدا ان انا ادهنها بالزبده بالشكل ده، وهدهن المكان اللي هشتغل عليه بالزبده كده عشان يسهل عليا وما تلزقش مني. يبقى قسمنا الكوبايتين على 3 كور بس مش 6 كور عشان ما تتقطعش منك وتعرفي ان انت ايه تتعاملي فيها. وببدا بقى ان انا ايه افردها كده بالزبده، سهل عليكي قوي لما تفردي كده بالزبده، وافردي كويس من ايه، افردي كويس كده، واهم حاجه المكان من تحت يبقى مدهون كويس. ممكن تفردي بالنشابه بايدك زي ما انت عايزه. هنا ما ترققيهاش قوي عشان ما تتقطعش منك. نيجي كده في النص، وجبت قطعه من الجبنه وبحاول ان انا افردها كده واحده واحده برضو اهو. هنا حاولي تسيسي الجبنه كده عشان الزبده بتخليها تتزحلق معاكي، وفي نفس الوقت كمان ايه مش عايزين نقطع العجينه وما ترققيش العجينه قوي. تمام،
انا اول ما رقعت العجينه في اول 2 جربتهم عشان كنت بحط فكانت تتقطع مني، فهتيجي بعد كده تعمليها مش هتحكمي فيها هتفضل تفك منك، فعشان كده دمجنا العجينه وخليناها كل 2 في واحده، يعني الاجمالي 3 زي ما اتفقنا. بعد ما حطيت الجبنه كده حطيت الطماطم وهحط لانشون، حطيت فلفل، حطيت زيتون وهحط الجبنه المرزابيلا كده اخر حاجه بالشكل ده كده. بعد ما حطيت الحاجات بتاعتي ببدأ ان انا احاول ان ايه ارفع الاطراف كده شوية، شايفين اهو كده كده النص عندي ايه مش رفيع قوي عشان ما يتقطعش معايا. باجي بعد كده بقى ايه بجيب الجنب كده واقفل، شايفين، والناحية التانية ونقفل وادوس كده الاول على الاطراف وادوس عليها كده. هجيب بقى هنا زبدة وامشي عليها كده، بعد كده هاجي على الطرف ده واقفل. واحط زبدة واقفل من الناحية التانية. زي ما شايفين قلبتها بقى على الجنب التاني، بحاول ان انا اسويها واظبطها. في المرحله دي بكون محضره طاسه تكون سخنه معايا، هنا حطيتها في طاسه سخنه ومش دهناها اي حاجه، استكفيت بالزبده اللي فيها، شايفين المنظر. هنا بهدي عليها النار خالص عشان تستوى براحتها ومش عشان تطلع نيه كمان، علشان الحاجات اللي جواها تستوى تمام، فهوطيه النار خالص واسيبها ايه تستوي براحتها. هنروح بقى نعمل الفتيره التانيه بنفس الطريقه، فردتها برضو وحطيت لها زبده اهو بالشكل ده. الاطراف مش مشكله تبقى رفيعه، انما النص هو اللي عايزاه تخين عشان متقطعش مني. حطيت الجبنه وحط طماطم وزيتون وفلفل. بعد ما حطيت بقى الحشوه بالشكل ده كده حطيت بقى جبنا موزاريلا وحطيت كله، بعمل نفس اللي عملته في التانية، باجي في الأطراف كده أهو وأريحها كده، حاول إني أرفع الأطراف كده بإيديا وأنا إيه بلمها، وأقفل من الناحية التانية، حط زبدة عشان تطلع مورقة. وأحط زبدة وأرفع كده وأجيب الطرف التاني وأقفل كده. خلصنا الفطاير بتاعتنا، نروح بقى نشوف اللي على النار اللي احنا حطيناها على نار هادية. قفليها بقى كده كويس ودوسي عليها كده. هنا اخدت لون، قلبتها على الناحية التانية وادوس عليها كده. زي ما انتوا شايفين ده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما استوت، بصوا عاملة ازاي، حاجه حلوه قوي. طبعا بعد ما بطلعها ببدا ان انا اغطيها عشان تفضل طريه معايا، لو عايزاها تبقى ناشفه معاكي ما تغطيهاش. بصوا بقى المنظر، بصوا بقى من جوه، واو حلوه جدا اهو. طبعا التالتة بتاعتهم لما انتم صغيرين وكده فتاكلوا على طول ما قعدوش. بصوا بقى المنظر، خطيره خطيره جدا، هتعجبكم قوي قوي، جربوها سهله جدا زي ما شفنا مع بعض. كل التكات قلت لكم عليها، وبرده قلت لكم على التكه بتاعت الفتير لما اتقطع مني عشان كان رقيق وعملته كده حجمه اكبر عشان ما يتقطعش منك، فكل التكات حاولت ان انا اجمعها لكم في الفيديو عشان ما اكذبش عليكم في اي حاجه. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده معانا.